أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواتي الأعزاء، معكم مدرب السياقة زاهر يوسف من هاملتون أونتاريو كندا. اليوم سوف أتطرق إلى موضوع هو الريفرس باركين، رجوع للخلف. شلون ترجع سيارتك إلى الخلف لما تكون أنت في بارك عام، مثلا إذا رحت للمول، إذا رحت إلى مكان آخر للتسوق، إذا رحت مكان موجود في يعني صعب التبريك للأمام. هو طبعا التبريك إلى الخلف بعض يعتبره صعب، لكن هو أيضا سهل في نفس الوقت، لأنه أنت لما تستدر وتبرك إلى الخلف لما تريد تطلع راح تكون سهلة عليك الطلعة، يعني الخروج لما تريد تطلع وتترك المكان اللي أنت مبرك به، لأن كل شيء راح يكون أمامك. لكن لما تبرك أنت بشكل دخول عادي للأمام البارك الأمامي، لما تريد ترجع وبالأخص لما تكون محصور بين سيارتين راح تكون شوية صعبة عليك الرجوع، لأن ما راح تشوف وراك ايش دي يصير حتى لو عندك كاميرا يعني خلفية موجودة. فهسه مثل ما تلاحظون أنا موجودة هنا في مكان بارك، هنا في بارك اللي هو مثلا كبير، وأريد أدخل أنا لليمين. ايضا البارك الريفرس باركين في بعض الاحيان يكون مطلوب من عندك في الامتحان، يعني هسه امتحان الفولجي يعني ممكن يكونون شايلين لانه قللوا من عنده، بس امتحان الجي 2 لازم من تكون تروح للامتحان. الريفرس باركين واحد من الباركات الاساسيه اللي انت لازم تكون يعني حافظها ومتقنها تماما، حتى لما يطلب من عندك الاكزامنر تسوي الريفرس باركين تعرف انه انت تسويه بالشكل الصحيح. اما الـ الحركات الاخرى اللي هي مثلا البارل باركين ايضا مطلوبه، الثري بوينت تيرن ايضا مطلوبه من عندك، الاب هيل والداون هيل والريفرس باركين مطلوبين. بعض الاخوه ايش يسوون؟ يروح للامتحان يقول يلا انا حفظت البارل باركين والثري بوينت تيرن والاب هيل والداون هيل، يلا ان شاء الله ما يجيب لي الريفرس باركين. نو، لا تخلي هذا الاحتمال يكون موجود. اذا قال لك سوي لي ريفرس باركين وما عرفت تسوي ريفرس باركين، انت ما راح تقول له ما اعرف وانت ما متدرب عليه، راح تكون مشكله كبيره، راح تسقط للاسف بالامتحان، لانه هاي وحده من الشغلات المطلوبه. فدائما حضر نفسك، تدرب على كل الحركات، المانوفرز يسموها بالانجليزي اللي هي البارل باركين، ثري بوينت تيرن، uphill downhill reverse parking، هذول مطلوبين، والبارك العادي ايضا الامامي هذا اساسي ايضا موجود. تبقى احتماليه انه بالامتحان ما يسووا لك البارل باركين والريفرس باركين في امتحان واحد. اذا سوى لك البارل باركين راح يسامحك بالريفرس باركين، ما يسالك يسوي لك الريفرس باركين، يقول لك بارك عادي. اذا ما سوى لك البارل باركين راح يسوي لك الريفرس باركين، هي الرجوع للخلف، شلون ترجع سيارتك للخلف بالتبريك، وما يسألك على البارل باركين. هسه راح نشوف شلون نسوي. طبعا انا هنا موجود بهذا البارك، مثل ما تلاحظون اختاريت هذا المكان لانه هو حتى لا يكون اكو ازدحامات واقدر اتكلم براحتي واقدر اشوفكم الطريقه ايضا. الباركين سهل جدا، تختار انت واحد. طبعا بالامتحان ممكن يخيرك، ممكن يقول لك سوي لي ريفرس باركين هنا بأي مكان إلى اليمين، فأنت تختار المكان. أول شيء تختار مكان يكون زين مناسب إليك، ما يكون محصور بالسيارات. أما إذا ما أعطاك الحرية بالاختيار، فأنت راح تكون مجبر أن تسويه في ذاك المكان اللي هو الاكزامينر اختاره. على الأكثر يقول لك سوي لي البارك يا أما من الجانب اليمين يا أما من جانب اليسار، واثنيناتهم نفس القاعدة. إذا عرفت القاعدة تتدرب عليها وتعرف سيارتك ما راح يصير عندك اي مشكله، تروح للامتحان بكل سهوله، تجتاز الامتحان دائما بالتوفيق ان شاء الله. لكن تعرف انت القاعده اللي انت راح تسويها يعني بالامتحان تطبقها وتثبت عليها من السياره مع السياره اللي انت دائما تتدرب عليها للامتحان. خلينا نقول فرضا مثل ما تلاحظون اكو هناك الى اليمين مثلا هاي الخشبة المعينة الموجودة اللي هي سارة بين الاثنين، أنا راح أختار الحارة الأولى اللي فيها الخشبة خلينا نقول.
فانت شو تسوي هنا بالحاره الاولى؟ المكان اللي انت راح تدخل تبرق به يعني هو الحاره الاولى رقم واحد، بعدين الحاره اليمها اثنين، بعدين ثلاثه. من تمشي المرايا اليمين، لانه انت راح تبرك اليمين طبعا، تكون منطقه اشاره اليمين، راح تصير مع الخط الاخير من الحاره الثالثه. هسه راح تشوفون شلون. يعني هسه احنا مثلا مشينا المكان اللي اريد ابرك به الى اليمين هو هذا المكان هنا، مثل ما تلاحظون هنا هذا المكان الثاني اللي هو مرايتي، والثالث هناك الموجود اللي هو راح امشي عليه. انا راح واحد الحارة الثانية، طبعا اشارتي موجودة تشيك، راح اوقف هنا. طبعا مثل ما تلاحظون المرايا هنا صارت مع الخط، هسه اذا تشوفون هالشكل مرايا مع الخط، هي هاي الحارة الثالثة، والحارة اللي اريد افرق بيها ثانية وذيك الاولى طبعا اللي موجودة هناك، مثل ما تلاحظون هذيك هي موجودة الاولى الثانية وهاي الحارة الثالثة، الخط المرايا مع الخط مثل ما تلاحظون اخوتي الاعزاء. هسه ايش راح اسوي؟ خليت الجير الى الريفرس للرجوع، طبعا اشارتي موجوده اليمين، طبعا استدير كله الى اليمين. وهسه مثل ما تلاحظون هنا اشيل رجلي من البريك، طبعا شيكت كل المرايات والبلاين سبات مثل ما تلاحظون هنا، ارجع ما دانت اي غاز، ماكو غاز، ارجع الى نصير سيارتي بشكل مستقيم، اوقف خلاص، معناته هسه اني صارت سيارتي شنو بشكل مستقيم، اعدل فرو ونص الى اليسار. لاحظوا هنا اخوتي الاعزاء اشيل رجلي ايضا من البريك، ارجع بشكل مستقيم، خلاص وقفت وصلت. وهذه ابسط طريقه بالتبريك ابرك والامرجنسي بريك. ودمتم بأمان الله. طبعا نفس الحركة اللي سويتها إلى اليمين تقدر تطبقها أيضا إلى اليسار. اتذكر المكان اللي أنت راح تبرك به هو رقم واحد، اللي وراء اثنين، بالثالث المرايا تصير مع الخط الأخير من الحارة الثالثة. إذا تبرك إلى اليمين كله إلى اليمين، يسار كله إلى اليسار، طبعا استدارة كاملة إلى اليمين إذا تبرك إلى اليمين إلى أن يوقف الستيرن، تخليه على الار ريفرس، تشيك حواليك اشارتك موجوده، طبعا مكانك لازم يكون خالي، لانه بعض الاحيان شو يصير انت تتقدم للامام يجي واحد ايضا اخر من الخلف يريد هو يبرك، فمكانك يكون خالي وتبلش ترجع بهداوه. اما اذا قال لك الى اليسار اشارتك الى اليسار هم تحسب واحد اثنين ثلاثه، مرايا مع الخط الاصفر الاخير الثالث من الحاره الثالثه، تفره كله الى اليسار وتخليه على الريفرس، وبعدين تشيك اذا كل شيء امان تشيل رجلك من البريك، السياره هي تبدي ترجع لحالها. ما يجوز انه انت تضغط على الغاز، من ضغط على الغاز راح تصير طفره قويه وراح تصير مشكله عندك، ما يجوز تشيل رجلك من البريك. اما اذا كان البارك شويه يعني بمشاكل او حفر او كذا، ممكن السياره ما تمشي لما تشيل رجلك من البريك، فشو تسوي؟ تشيل رجلك من البريك، تباوع، تتاكد انه مخليه انت على الريفرس ما مخليه على الباركين، لان احيانا شو يصير طالب بالامتحان يكون متنرفز، فشو يسوي؟ يخليه على البارك بدل ما يخليه على الريفرس، فالسياره ما تمشي، فتتاكد انه انت مخليه على الريفرس، تتاكد 100% اوكي كل شيء تمام، اشيل رجلي من البريك. اذا ما مشت السياره معناها ممكن تكون التاير داخل بحفره، العجله داخل بحفره، تضغط شويه غاز وترجع على البريك مره ثانيه، هي السياره من حالها راح تمشي. مش شفت نفسك بالوسط توقف تعدل فرر النص بالاتجاه المعاكس، تشيك ايضا وتدخل.
مو كل الاحيان راح تجيك بالشكل الصحيح والشكل المناسب، تقدر تعدل بها، تطلع للامام تعدل وترجع مره ثانيه، اذا ما رحمت تقدر ايضا تعدل وترجع، ينطيك مجال لانه انت تعرف ايش تسوي. اما اذا انت اساسا ما متدرب عليها ما تعرف ايش تسوي، الافضل انه تتدرب عليها لانه راح تفيدك جدا بالامتحان. كثيرين يخافون من عندها لكن هي سهله سهله جدا اذا انت تعرف ايش تسوي. دمتم بامان الله، ودائما لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. بالتوفيق ان شاء الله، مع السلامه.